فكرة المشروع هي عبارة عن أول مزرعة ماعز حليب متخصصة في قطاع غزة، حيث أنه في قطاع غزة عدم التركيز وعدم وجود أي مزرعة متخصصة في هذا القطاع. فنبدأ ودخلت فكرة تنفيذ المشروع من خلال تطوعي في عدة مؤسسات وفي وزارة الزراعة بعد عملية التخرج. فمن خلال هذا التطوع وجدت فيه فجوة كبيرة في هذا القطاع، فعملت من خلال اللي هو الدراسات العلمية والخبرات العملية على إيجاد حل، ولو يكون حل بسيط في هذا القطاع. هي ماعز سلالة سويسرية موجودة في جميع أنحاء العالم، ولكن تم استيرادها حديثا إلى قطاع غزة لتناسب ولتراعي الظروف المحلية والتربية في البيئة الداخلية والظروف الجوية في قطاع غزة، والحصول على أعلى إنتاج مقارنة بالسلالة المحلية، سواء إنتاج سلالات ماعز أو إنتاج حليب، حيث أنه معدل إنتاج سلالة ماعز السنين معدل إنتاجها ما يقارب 5 كيلو حليب يومي، مقارنة في السلالة المحلية من كيلو إلى كيلو ونص يوميا. عملية إجهاض في الطريق أو إشي، عملية حنتغلب عليها. أنا فصلت نحلة على مستوى وزعهم هنا وهنا، مش مشكلة. الفائدة هي فائدة أول شيء إحداث نقلة نوعية في قطاع الإنتاج الحيواني من خلال عملية تحسين وراثي في البيئة المحيطة لسلالات الماعز، حيث بإدخال هذه السلالة سيتم عملية زيادة عملية الإنتاجية سواء في الحليب وزيادة في كميات المواليد الناتجة. الطموح الأكبر عندي اللي هو الحصول على أول وأكبر مزرعة ماعز متخصص في إنتاج الحليب في قطاع غزة. حالياً بأعمل على إدخال سلالات جديدة في بداية العام إلى قطاع غزة غير الموجودة عندي حالياً. الصعوبات اللي واجهتني يعني صعوبات كبيرة، خصوصا في إدخال السلالة. منعت من إدخال سلالة ماعز كبيرة الحجم عملية أو لتسريع عملية اللي هو الحصول على مواليد وإنتاج حليب. فالاضطرار الأكبر كان عندي إنه أجيب السلالة صغيرة ويتم عملية تربية لها داخلية في قطاع غزة. وحاليا وصلنا لمرحلة كبيرة اللي هو في عملية تكاثر وإنتاج لهذه السلالة.